السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله باش نحكي على الهيتش. برشا أخوان يسألوا على الهيتش. طبعا هنا كما نلاحظوا عندنا تحليل داخل صفقة شراء على الزوج دولار فرنك، احنا على فريم نصف ساعة. كما نلاحظوا نموذج العلم، كنت نزلت الفرصة البارحة لما كان السعر تقريبا في الشمعة هذه، أمر معلق في المنطقة هذه لهنا. تفعل الأمر كما نلاحظوا وعكس السعر، ثم كما نلاحظوا الأرباح. إذن باش ندخلوا هيتش في الصفقة، كما سبق وذكرت، ما ننصحش تدخل هيتش لما تكون صفقة عاكسة. أنت دخلت صفقة حددت هدف ووقف خسارة، معناها تتابع صفقتك. لو عكس السعر عندك وقف الخسارة مأمن، ولو تحرك السعر في الطريق الصحيح يعني تجيري صفقتك وتحجز أرباحك إلى ما إلى ذلك. إذن احنا الاشكال هنا في الدولار فرنك، كيفاش باش ندخل هيتش؟ من المفروض عفوا كما نلاحظوا نعتذر على الانقطاع. إذن قلنا عندنا مقاومة، السعر الآن يواجه في مقاومة في المستوى هذا، ثم عفوا عندنا مقاومة ثانية في المستوى هذا. إذن باش ندخل الهيتش من المفروض نجم مثلا نستعينه بالفيبو، باش نركزوا على المستوى 130 والمستوى 161، ومنها باش ندخلوا هيتش بإذن الله. يعني السعر لو لم يرتد من المستوى هذا 130.9 بإذن الله يرتد من مستوى 161. اذا باش ندخل صفقة هيتش. صفقة هيتش من المفروض تكون ضعف اللوت. فوالا اوكي، دخلنا صفقة هيتش. صفقة الهيتش الهدف باش يكون المستوى 100 و عفوا و بالنسبة لوقف الخسارة، مش باش نحدد وقف خسارة لأنه أنا مقابل الصفقة، أول ما ينزل السعر يعطيني أرباح نقفلها، ومرة ثانية لو يرجع مرة ثانية يلمس باش ندخل صفقة أخرى. ولو السعر وصل للمستوى 161.8 كما نلاحظوا مع المقاومة بالضبط اللي ذكرتها، باش نزيد نعزز مرة أخرى البيع. إذن نوقف الفيديو ونرجع إن شاء الله. إذن رجعت من جديد، كما نلاحظوا كسر المستوى 130.9، كما قلت الاحتمال كونه باش يكسره، ودخلت صفقة ثانية الهيج الثانية، وحركت الهدف للصفقة الهيج الأولى كانت كما قلت عند مستوى 100، وبإذن الله هو باش يرتكز عليه المياه، لكن باش من صفقة الهيج ماذا بينا أهدافها تكون صغيرة. وضعت هدف الصفقتين في المستوى هذا كما نلاحظوا، باش يرتكز لهنا يعمل لنا اختراق كاذب، ثم يعاود يصعد ثم يوصل المياه. احنا باش نخرجوا من الصفقتين الهيج في المستوى هذا. اذا نوقف الفيديو ونرجع ان شاء الله. اذا رجعت من جديد بعد تقريبا ساعة تقريبا، كما نلاحظوا السعر ارتد من مستوى 161 بإذن الله. احنا كما نلاحظوا الصفقتين اللي دخلناهم الثانيين الهيتش مجموعهم لحد الآن إيجابي، طبعا معناها مش ربح كبير، بفارق 0.40 سنت، لكن احنا بإذن الله مش نقرب الأهداف. كما نلاحظوا السعر ارتد بإذن الله، باش يرتكز على المستوى 130.9،
باش يعطينا الاختراق الكاذب باش يقفل الصفقات، وقتها باش نعزز بإذن الله بصفقة أخرى للشراء، ولو نزل المستوى 100 باش نعزو بصفقة أخرى للشراء، باش تكون الأهداف إن شاء الله كما نلاحظوا احنا محددين الهدف في المستوى هذا، لكن باش نقرب الهدف للمستوى 261 أظن، لأنه باش ننتظر السعر لما يقرب المستوى 261 باش ندخل صفقة أخرى هيتش هدفها المستوى 211. إذن كما نلاحظوا هبوط قوي، يعني تقريبا لهنا عنا دولار ربح، يعني صفقتك الأولى اللي دخلها ماشية والحمد لله في الطريق الصحيح، وفي الطريق تزيد تستغل التصحيحات في دخول، تنجم بالطريقة هذه تخدم في زوج واحد، يعني مركز على زوج واحد من غير ما تشتت أفكارك في أزواج أخرى وتحليلات أخرى. إذن نوقف الفيديو مرة أخرى ونرجع إن شاء الله. إذن رجعت من جديد، كما نلاحظوا ما فماش حديث، من المستوى 161 يرجع السعر، يجب أن يرتكز على المستوى 100. الآن باش نعزز بصفقة شراء، إذن نعزز بصفقة شراء، نفس الهدف ونفس الستوب، ولما يلمس السعر بإذن الله المستوى 100 باش نحط الأمر معلق. ان شاء الله ما طولتش عليكم في الفيديو، ان شاء الله تكونوا فهمتوا الفكرة، فكرة الهيج. يعني انا ما انصحش كونك تدخل هيج، وبرشا اخوان لما شفت صديق سأل على طريقة الشغل بالهيج عفوا، شفت اللي اكثر الاخوة يقترح عليه طريقة زون ريكوفري، اللي هي طريقة معناها مش فعالة، لأنه مش تبقى ضايع، والدخول يكون مش على تحليل، مش مرتكز على تحليل، بيع عكس بيك، اشري عكس بيك بيع، وتبقى في آخر المطاف، في آخر المطاف باش تكون فما صفقة باش تغلقها على خسارة، وطبعا شغل كامل من غير ستوبات، لذلك ريسك كبير، معناها الواحد باش يضيع حسابه. لذلك ننصح انا ما تدخلهيش الا لما تكون عندك صفقة في الايجابي. نعتذر على الانقطاع، اذا ننصح ونعاود مرة أخرى، يعني ما ندخلوش صفقة هيتش إلا لما يكون لما تكون صفقتك رابحة، معناها ننصح باش ما تدخلش هيتش وانت داخل صفقة تكون خاسرة وتدخل هيتش. برشا ناس يقول لك انا نتبع حركة السوق، مثلا شريت من النقطة هذه أعطاني نقطة دخول بيع نبيع ونترقب لما السعر يرجع، يعني مش تبقى محصور في العملة وعندك صفقة معناها اوريدي عاكسة، ومعناها حبساتك كما نقولوا، بل لكن الطريقة هذه أنجع بأكثر، أنجع بكثير. إذا نوقف الفيديو باش ننزلوه في القناة،
ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الاستراتيجية هذه او طريقة الشغل هذه. اوريدي اول فيديو في القناة اليوتيوب، اول فيديو عملته على النقطة هذه، نقطة الهيج. اعتقد انه الفيديو، معناه الواحد في بداياته في اليوتيوب، اعتقد انه الفيديو فما ناس ما شافتوش باللغة الفرنسية. قلت اذا كان باللغة الفرنسية واعتقد ما فماش يكون استفاد به. اذا نوقف الفيديو، ما نطولش عليكم باش ننزلوه في القناة. السلام عليكم ورحمة الله.